بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الأمر الثاني في الدالة الأسية. من الأمر الثاني في الدالة الأسية أنا وهو الاشتقاق تاع الدالة الأسية، صح؟ قبل ما نبدأ الاشتقاق نعود نذكر واش درنا السمانة اللي فاتت، واش درنا الخطرة اللي فاتت، صح؟ الخطرة اللي فاتت تعلمنا باللي أسية X يرمز لها بالرمز إكسبونونسيال إكس، صح؟ واش قلنا على هذه الدالة؟ قلنا هي الدالة الوحيدة اللي مشتقة نتاعها تساوي نفسها، هذه اليوم نشوفوها، صح؟ وتعلمنا باللي هي الدالة ثاني كي نعوضوا لها الزير واش حنصيبوا يساوي؟ واحد، صح؟ وتعلمنا ثاني باللي اكسبونونسيال اكس دائما موجبه، صح؟ تعلمنا ثاني اكسبونونسيال اكس موجبه، وتعلمنا بعض الخواص الى اخره. اليوم ان شاء الله نعلمكم الامر الثاني في الداله الاسيه، صح؟ معناتها باش تفهم الداله الاسيه لازم تشد زوج صوالح اساسيين وما صح في الداله الاسيه، لازم تعرف الاشتقاق ولازم تعرف النهايه، صح؟ شوف معايا مليح، اليوم نعلمك اشتقاق الدالة الأسية، صح؟ ركز غير بشوية جماعة. شحال عندنا من القانون؟ عندنا قانون واحد فقط. وش يقول القانون؟ شوف نبسطه لك القانون، هاوليك وش يقول لك. يقول لك كي تشوف إكسبونونسيال في، عندنا دالة واسمها دالة هنا وسميناها احنا في، صح؟ حبينا نشتقوا هذه الدالة، وش نديروا؟ شو شحال القانون ساهل؟ شوف قانون يقول لك هذاك في ماشي إكس، قلنا في، في ينجم يكون كثير حدود، ينجم يكون دالة ناطقة، ينجم يكون مش يكون، صح؟ حبينا نشتقوه واش نديرو؟ شوف القانون واش يقول لك، اشتق واش كاين في هذيك الإكسبونونسيال اللي هي في، اشتقنا هذاك الفي، صح؟ وفين من نضربوه؟ نعاودو نضربوه في الإكسبونونسيال، ها شحال سهلة، شوف شحال سهلة الاشتقاق تاع الدالة الأسية. مشتقة إكسبونونسيال في، كي نحبو نشتقوها واش نديرو؟ نشتقو واش عندنا في الإكسبونونسيال، ونعاودو نضربوها في الإكسبونونسيال، صح؟ نديو حالة خاصة، أتشو نديو حالة خاصة، هذه حالة خاصة لازم تعرفها مليح، حالة خاصة، حالة خاصة، صح؟ إكسبونونسيال إكس، نديو غير إكسبونونسيال إكس، قول لي شكون هو اللي راهو في الإكسبونونسيال؟ هاكا حتقول لي إكس. اشتقنا إكس، شحال مشتقة إكس؟ هي واحد، دونك نورمالمون راح نقولوا مشتقة إكس هي واحد في إكسبونونسيال إكس، يعني مشتقة واش كاين في الإكسبونونسيال؟ في الإكسبونونسيال إكس، راح تخرج لنا إكسبونونسيال إكس مشتقاتها هي نفسها، وهنا نعاود نوليو للتعريف نتاعنا، التعريف نتاعنا هو واش؟ هي الدالة الوحيدة القابلة للاشتقاق ودالتها المشتقة هي نفسها، هذا ما كان، هانا عاودنا ولينا للتعريف. إكسبونونسيال إكس مشتقاتها هي إكسبونونسيال إكس، الحالة العامة إكسبونونسيال في مشتقاتها هي في بريم في إكسبونونسيال في. شي خاطيني أمثلة، نروح نخدمو أمثلة. بون، نبداو دايما بحاجة سهلة ونطلعو بشوية. شوف، أول شي أمثلة، صح؟ في الأمثلة تاعنا واش قال لك؟ قال لك في كل حالة من الحالات التالية عين مشتقة الدالة إف، في كل حالة تعيين، أحيانا نعينو مشتقة الدالة اف. بون جماعة، احنا اللي يهمنا هو مشتقة الدالة اف، صح؟ خاطر هي نورمالمون باش تشتق دالة لازم يكون عندك مجال تعريف. ركز لي غير بشوية، نبدا بأول دالة، هاي لك الدالة الأولى سميتها لك اف دي اكس، نبدا بوحدة بسيطة سهلة جدا، ها اف دي اكس يساوي اكسبونونسيال 2 اكس زائد 1. افهم لي برينسيب، افهم لي الفكرة كيف نشتقه، ومن بعد كل شيء يجي سهل. ركز لي غير بشوية، صح؟ اكسبونونسيال 2 اكس زائد 1، اعطيني مجموعة تعريف تاع هذه الدالة شحال؟ مجموعة تعريفها راك حتقول لي اغ معرفة على اغ، لأن دالة كذي حدود معرفة على اغ، مجموعة تعريف الدالة هذه هي اغ، معناتها كي تشتق الدالة راك تشتقها على حسب مجال التعريف تاعها. ركز لي غير بشوية، كيف نشتقوا هذه الدالة؟ القانون واش يقول لك؟ شوف اف فتحة لي إكس، شو شحال سهلة، شو شحال سهلة. القانون يقول لك اشتق واش كاين في الإكسبونونسيال، نشتق واش كاين في الإكسبونونسيال، معزم اشتقيتش، راني ندير لك في القانون، ها نشتق واش كاين في الإكسبونونسيال ونعاودو نضربوه في الإكسبونونسيال، والإكسبونونسيال هي نفسها، ها مشتقة واش في الإكسبونونسيال ونعاودو نضربوها في الإكسبونونسيال، سهلة ماهلة. بصح ما تنساش حاجة أساسية، القوانين اللي كنت تعرفهم في الدوال العددية كاع يبقاو ثابتين، مشتقة الدالة كثير حدود، مشتقة الدالة ناطقة، مشتقة الدالة جذرية، هذو كاع يبقاو ثابتين، مشتقة ضرب دالتين، هذو يبقاو ثابتين في الدالة الأسية. ركز لي مليح، دوكا نروحو نشتقوها، هنا نطبق القانون.
القانون ها واش يقول لك، نشتق هذه الداله. ما هو مشتق 2 اكس؟ راك تقول 2 ماشي، هي مشتق 1 هي صفر. دونك مشتق 2 اكس زائد هي 2، هذا ماك في اكسبونونسيال 2 اكس زائد 1. ها هي ليك المشتقه تاع الداله الاولى، ما كاش كاع، ما كاش كاع، سهله بزاف، انت تعرفها على بالي بلي تعرفها، حاول وتشوف الا ما عرفتهاش صح. دونك قال لك عطيني الاشاره، قال لك عطيني اشاره هذه الداله تاع هذا المشتق. عاد شنو نعلمك دير اشاره؟ واش نعرفوا على اكسبونونسيال اكس؟ موجبه. معناتها اكسبونونسيال اكس اي شيء واش نعرفوا عليه باللي موجب. معناتها اكسبونونسيال 2 اكس زائد 1 واش راهي؟ موجبه. اضربها في عدد موجب راهي موجبه تمام. معناتها هذه المشتقه خرجت لنا موجبه تمام. كي نكمل الاشتقاق ونعطيك بعض الامثله في الاشتقاق نروحوا لاتجاه التغير. معناتها نعلمك كيف دير اتجاه تغير تاع داله أسية، وبها الخطرة الجاية نعلمك كيف دير النهاية وخلاص. هذا هو الدرس تاعنا. هاي نروحوا للمثال الثاني. المثال الثاني شو واش قال لك؟ قال لك عين مشتقة هذه الدالة 2، أعطانا الدالة اف دو اكس تساوي، قلنا نبداو نطلعوا بشوية، هنا عطانا غير اكسبونونسيال 2 اكس زائد 1. شو هنا واش طالك؟ أعطالك 2 اكس زائد اكسبونونسيال اكس ناقص 4 صح. قال لك اشتق هذه الدالة، شو واش حاسة سهلة؟ بون دالة معرفة على اخ، إذا مجموعة تعريفة هنا دي اف تساوي اخ. ركز لي غير بشوية، شوف اف فتحة لي اكس، نوع الدالة هو واش؟ هو مجموع دالتين، الأولى كثير حدود الدالة الأسية، صح؟ شوف باش نشتق هذه الدالة واش تشتق؟ اشتق الأول وحده واشتق الزوج وحده. واحد يقول لي علاه؟ طبقنا القانون تاع الدوال العددية اي زائد في، كي نحبوا نشتقوها كيف نشتقوها؟ نشتقوا اي وحده ونشتقوا الفي وحده، سهلة مهلة. ها اشتق لي زوج، بون معليش نطبق القانون بعدا سهل. مشتقة زوج اكس، راك راح تقول لي مشتقة زوج اكس زائد مشتقة اكسبونونسيال اكس ناقص 4. كيف نشتقوا اكسبونونسيال اكس ناقص 4؟ راك راح تقول لي نشتقوا واش كاين في الاكسبونونسيال ونضربوه في الاكسبونونسيال. هاي شحال سهلة. نشتقوا واش كاين في الاكسبونونسيال ونضربوه في الاكسبونونسيال. يعني مشتقة ماذا؟ مشتقة اكس ناقص 4 نشتقوا واش كاين في الاكسبونونسيال ونزيدوا ونضربوه في الاكسبونونسيال اكس ناقص 4. هذا ما كان اشتقينا، ما سهل، هنا طبقت القانون. هاي نشتقوا في الباك شيخ نديروها ديريكت، ايه معليش ديرها ديريكت، لكن انا ننصحك نصيحة بالك تغلط في الاشتقاق. الاشتقاق الحاجة الكبيرة هي الاشتقاق، دونك لازم ديرها سواسوا. هاي نروحوا نشتقوا 2 اكس، مشتقة 2 اكس راك راح تقول لي 2 صح؟ زيد زائد عندنا زائد، مشتقة اكس راك راح تقول لي 1، مشتقة ناقص 4 هي صفر، مشتقة اكس ناقص 4 راك راح تقول لي 1، واحد ما كان نكتبوه في اكسبونونسيال اكس ناقص 4. ها هي ليك مشتقة الدالة الثانية، هاي ليك جمعها، ما كاش كاع. هاي زيد روح لدالة أخرى، هاي ليك الدالة الثالثة، الدالة الثالثة صح. شو واش طيت لك؟ طيت لك الدالة اف دو اكس تساوي، الدالة الثالثة طيت لك اف دو اكس تساوي اكسبونونسيال اكس زائد 3 اكسبونونسيال، عندنا ناقص اكس زائد 2 صح ناقص اكس. أعطانا هذه الدالة معرفة على اشتقنا الدالة هذه. باش نشتق الدالة هذه هاي ليك اف فتحة لي اكس صح. شوف معايا مليح، اكسبونونسيال اكس ما تبقاش تقول لي نشتق اكس ونضربه في الاكسبونونسيال اكس، مشتقة اكسبونونسيال اكس هي نفسها. يعني مشتقة اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس. يا صح مشي ويدينا شوية، اشتق احنا راح نشتقوها، هذه وحدها وهذه وحدها وهذه وحدها، دونك نشتقوا هذه، اسمعها مليح، زائد شو كان اللي يغلط؟ عدد مضروب، عدد مضروب في الاكسبونونسيال، نشتقوا غير اكسبونونسيال، اللي نصيبوها نضربوها في العدد بكل بساطة. اشتق لي اكسبونونسيال اكس، اكسبونونسيال ناقص اكس زائد 2، عاد شو نشتقوها؟ زائد 3. قال لي اشتق لي هذه، باش نشتقها واش لازم نديرو؟ لازم نشتقوا واش كاين في الاكسبونونسيال صح، وفي من نضربوها؟ ونضربوها في الاكسبونونسيال، هذا ما كان صح. ناقص اشتق لي ناقص اكس، شحال مشتقة ناقص اكس؟ راك راح تقول لي مشتقة ناقص اكس هي ناقص 1، معناتها نشتقوا واش كاين في الاكسبونونسيال ناقص اكس زائد 2
في اكسبونسيال ناقص اكس زائد ونزيدوا من بعد نشتقوا اكس نشتقوا الاكس معناتها راح نشتقوا هذه ونشتقوا هذه ونشتقوا هذه عاد شو نشتقوا هذوك اف فتحه لي اكس تساوي بون جماعه هذه ماكش مطالب انك ديرها راني فاهم فيك باللي امر بسيط اكسبونسيال اكس مشتقاتها شحال هي نفسها اكسبونسيال اكس صح دوك هنا واش قال لك اشتق هذه باش نشتق هذه لازم نشتق هذه اشتق هذه مشتقة ناقص x زائد 2 هي ناقص 1 ناقص 1 في زائد 3 تولي ناقص 3 شفت شحال سهلة هذه ناقص 1 ناقص يخي نشتقوا هذه نضربوها في 3 مشتقة هذه ناقص 1 نضربها في 3 تولي ناقص 3 اكسبونونسيال ناقص x زائد 2 زيد اشتق لي تشوف x مشتقة x هي ناقص 1 ها نشتقينا هذه الدالة هاي لك مشتقة هذه الدالة صح شوف معايا مليح دوكا المثال الثاني الثالث روحوا للمثال الرابع شوف معايا مليح اعطالك المثال الرابع ها واش قال لك قال لك اشتق لي هذه الداله رابعا المثال الرابع قال لك اشتق لي الداله اف دو اكس تساوي ها شوف نبداو بالاخطاء تاعكم اف دو اكس تساوي قال لك اشتق هذه الداله 2 اكس ناقص 1 في اكسبونونسيال اكس زائد 3 صح حبينا نشتقوا هذه الدالة صح كيف نشتقوا هذه الدالة كاينة هذه ضرب دالتين صح زائد عدد كيف نشتقوها نروحوا نشتقوا هذه وحدها ونروحوا نشتقوا هذه وحدها ها الغلطة تاعكم شت كيف بالك تغلط عندك قانون هنا هذه بالك يا جماعة الخير هذه في البكالوريا حذري ثم حذري صح باش نشتق هذه الدالة ما ديرش كيما يديروا الناس يروح يشتق هذه ويشتق هذه لا لا دير كيما يديروا الصحيح وشنو هو الصحيح الصحيح يقول لك باش تشتق ضرب دالتين اي فوا في كي نحبوا نشتقوها كيف نشتقوها شو القانون واش يقول يذكرنا القانون مشتقة اي فوا في هي واش هي مشتقة الاي يعني مشتقة الاول في مشتقة الاول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الاول خلاصت ها هو لك القانون يحفظ عندك القانون مشتقة ضرب دالتين نشتقوا الاول نضربه في الثاني زائد مشتقة الثاني نضربه في الاول ها شو نشتقوا هذه الدالة اف فتحة لي اكس اف فتحة لي اكس نشوفوا شحال تساوي النتيجة مشتقة الاول صح مشتقة 2 اكس ناقص 1 في الثاني اكسبونونسيال اكس زائد مشتقة الثاني اكسبونونسيال اكس في الاول شكون هو الاول 2 اكس ناقص 1 صح شيخ والثلاثة كيف نديروا لها زائد 3 مشتقة زائد 3 هي صفر بون حبيت تزيد زائد 3 مشتقة معليش لكنها صفر خلاص نحيوها مشتقة زائد 3 صفر نشتقوا دوكا هذه مشتقة هذه شحال تساوي اف فتحة لي اكس تساوي شوف معايا مليح شوف معايا مليح دوك مشتقة 2 اكس ناقص 1 شحال مشتقة 2 اكس ناقص 1 راك راح تقول لي مشتقة 2 اكس ناقص 1 هي 2 معناتها مشتقة 2 اكس ناقص 1 هي 2 في وشنو في اكسبونونسيال اكس زيد زائد اشتق لي تشو اكسبونونسيال اكس مشتقة اكسبونونسيال اكس هي نفسها اكسبونونسيال اكس يعني مشتقة اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس في وشنو نضربها في 2 اكس ناقص 1 كملنا الاشتقاق هنا نقول لك كملت الاشتقاق بصح في البكالوريا واش دير مول الاشتقاق اشارة المشتق دوك لازم دائما خمم باللي عندك موراها الإشارة دوك هذه الشيخ لازم نبسطها نعلمك كيف تبسط اسمعني مليح هنا اسمعني خلاص كملنا الاشتقاق اشتقاق هنا خلاص صح بصح هذه قابلة للتبسيط بسطها ما تخليهاش هكا صح واحد يقول لي شيخ كيف نبسطها شوف نعطيك واحد النصيحة شوف شحال عندك من الحد في هذه العبارة اللي صدتها شحال عندك من الحد عندك زوج عندك هذه العبارة عندك حد وهذا الحد الثاني واش راك تلاحظ بين الحدين عندي الاكسبونونسيال اكس راهي عامل مشترك اكسبونونسيال اكس راك تتعاود هنا وهنا اي با نعطيك واحد الملاحظة شوف كي تشوف الاكسبونونسيال اكس قابل باش تجبدها عامل مشترك اجبدها عامل مشترك اعلان تجبدوها عامل مشترك خطر تساعدني في الاشارة مليح صح نروحوا نكملوا هذا المثال هذا المثال دوكا واش ندير ندير اكسبونونسيال اكس عامل مشترك شو شحال تولي لي تولي لي اف فتحه لي اكس تساوي ركز معايا مليح اكسبونونسيال اكس عامل مشترك يا جماعه الخير كي نجبدوا اكسبونونسيال اكس عامل مشترك من هذا الحد واش يبقى لي يبقى
قالك اثنين، هاي لك اثنين زائد اجبد لي اكسبوننسيال اكس من هذا الحد، شكون يبقى لنا؟ يبقى لنا اثنين اكس ناقص واحد، يعني زائد اثنين اكس زائد واحد، هاي زائد اثنين اكس ناقص واحد. كملنا خلاص، نقول لك خلاص اروح احسب دوكا اف فتحه لي اكس تساوي ماذا؟ اف فتحه لي اكس راك رايح تقول لي اكسبوننسيال اكس في وشنو؟ في 2 اكس، 2 ناقص 1 شحال 2 ناقص 1؟ راك راح تقول لي ناقص و زائد 1، راك راح تقول لي 2 ناقص 1 هي زائد 1. ها هي ليك مشتقه الداله اف دو اكس نتاعنا بكل بساطه. نعاود، واش عندنا شيخ؟ ضرب دالتين. كيف نشتقوا ضرب دالتين؟ كيما قانون تاع الدوله العدديه، كيف كيف هو نفسه، مشتقه الاول في الثاني زائد مشتقه الثاني في الاول، صح؟ اشتق لي الاول ضربه في الزوج، اشتق لي الثاني ضربه في الاول، هذا ما كان هايلك. طبقت القانون صح، انا ما نشتقش ديريكت، علاه؟ باش ما نغلطش. دوك مشتقه الاول ماشي نروح نشتق ديريكت من بعد نغلط ومن بعد نبقى نعاود، لا لا، في غرضي علاه نتقلق؟ ها ندير القانون، مشتقه الاول في الثاني زائد مشتقه الثاني في الاول، مشتقه الاول هي 2 في الثاني اكسبونونسيال اكس زائد مشتقه اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس في 2 اكس ناقص 1. هنا الاشتقاق كملناه، رانا اشتقينا عندي عامل مشترك هو اكسبونونسيال اكس. بسط هذه العبارة، بسط هذه المشتقة، نجيب دو اكسبونونسيال اكس عامل مشترك، تبقى لنا 2 زائد 2 اكس ناقص 1 في الاخير، تعطينا 2 اكس زائد 1 في اكسبونونسيال اكس. الشيخ نجمو نديرو اشارة هذه؟ نجمو ايه، هاي شو نديرو اشارة تاعها؟ بون اشارة تاعها معناتها نردوها معادلة صفرية. اكسبونونسيال اكس واش تعرف عليه الاشارة نتاعو شنو هي؟ موجبة، صح؟ معناتها اشارة هذه المشتقة من اشارة ماذا؟ من اشارة غير هذا برك، هذه الحدود من الدرجة الاولى. هذه دوك نشوفوها، دوك نشوفوا هذو الامثلة في تغيرات الدالة. هنا دوك تعلم لي غير الاشتقاق، بعدها نديروا اتجاه تغير الدالة تزيد تتعلم امور اخرى، صح؟ نزيد نروحوا بعيد، صح؟ هذه المثال الرابع، نزيد لك مثال، هاي نزيد لك مثال. مثال الخامس، شو شطيت لك؟ اعطيت لك هذه الدالة قلت لك اشتقها، خامسا قلت لك اشتق هذه الدالة اف دو اكس تساوي، شوف معايا مليح، عطيت لك الدالة 2 اكس ناقص اكس في اكسبونونسيال اكس، قلت لك اشتق هذه الدالة، لاحظ معايا مليح، صح؟ مشتقة هذه الدالة، بون دالة معرفة على اغ، دالة معرفة على اغ، هاي نشتقوا هذه الدالة، اف فتحة لي اكس تساوي، شوف معايا مليح، اعطيني مشتقة 2 اكس، ها نشتقوا 2 اكس، صح؟ ونزيدوا نشتقوا هذه، ما تتقلقش، هذه مشتقتها هي ضرب دالتين، بالك تغلط تروح تشتق هذا وحده وهذا وحده، هنا غلطة كبيرة، كاينة ناس بزاف هذه يغلطوا فيها، لاحظ، عندك ضرب دالتين، إكس ماهوش يبان، ماهوش يبان إكس، واحد يقول لي الشيخ قبيلة كانت ثلاثة في إكسبونونس، علاه ما اشتقيتش ثلاثة؟ نقول لك هنا ثاني عندنا ضرب دالتين، نورمالمون نديروا له هذا القانون، إيه، بصح مشتقة الثلاثة صفر، في إكسبونونسيال صفر، زائد مشتقة الثاني في ثلاثة، يعني طبقناه أنديريكتيمون، هنا لا لا، هنا هذا إكس، يعني دالة، يعني كثير حدود، يعني دالة في دالة، كيف نشتقوها؟ نشتقوا الأول نضربوه في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، هاي اللي كيف يكون القانون؟ ناقص مشتقة اكس، بون مشتقة 2 اكس، مشتقة اكس في اكسبونونسيال اكس زائد مشتقة اكسبونونسيال اكس في واش؟ في اكس. الشيخ كملنا، نقول لك بالك تغلط، عندك ناقص راك تشتق هذه، هنا قوس، ما تنساناش الغلطات الله يحفظك، ما تنساش الغلطات، هنا لازم تركز مليح، صح؟ عندك مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، دوك طبقنا القانون، دوك كل حاجة تجي سهلة، اشتق عادي جدا، اف فتحة لـ x تساوي ماذا؟ هاي نشوف واش حتساوي، أعطيني مشتقة 2 x، راك راح تقول لي مشتقة 2 x هي 2، صح؟ ناقص ناقص، أعطيني مشتقة x، راك راح تقول لي مشتقة x هي 1، دونك 1 كي نضربو في الإكسبونونسيال تبقى إكسبونونسيال x، هاي لك إكسبونونسيال x، زيد زائد، أعطيني مشتقة اكسبونونسيال اكس، مشتقة اكسبونونسيال اكس هي نفسها، يعني مشتقة اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس، في اكس تصبح اكس اكسبونونسيال اكس، معناتها مشتقة اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس في اكس، هاي لك، صح؟ كملنا، دوكا وزع هذه الناقص، شوف معايا مليح، شوف معايا مليح، دوك نوزع ونجبد عامل مشترك، نبقى نخدم الخدمة زوج، لا لا، شو شحال سهلة، هنا هذه اثنين ما عندي ما ندير لها، خليها اثنين، هاي اف
فتحة لي إكس. الشيخ الاشتقاق خلاص، نقول لك الاشتقاق خلاص، بصح هاي نزيدو نبسطو هذيك العبارة شوية، كي نزيدو نبسطها لاحظ باللي ما بين هذا وهذا عندنا عامل مشترك. شكون هو العامل المشترك؟ هو إكسبونونسيال إكس. الشيخ ننجمو نخرجوه عامل مشترك، إيه ننجمو نخرجوه من هذه العبارة فقط. باك تغلط، احنا ما عندناش اكسبونونسيال اكس، دونك هذا 2 يبقى 2، ها 2 ناقص هنا عندنا اكسبونونسيال اكس وزائد اكس اكسبونونسيال اكس. واش نديرو؟ خرج لنا شو اكسبونونسيال اكس عامل مشترك. كي نخرجوا اكسبونونسيال اكس عامل مشترك، واش يبقى لي في هذا الحد؟ يبقى لي واحد، خطره مضروب في واحد، هاي لك واحد، زائد واش يبقى لي في هذا الحد؟ يبقى لي اكس، هاي زائد اكس. كملنا خلاص، هنا نقول لك الاشتقاق خلاص، ما تنجمش تزيد تبسطها اكثر من هذه. ها هو لك مشتقه الداله نتاعنا 2 اكس ناقص اكس اكسبونونسيال اكس، حذاري اكس اكسبونونسيال اكس هي ضرب دالتين. هذه المرحله الاولى في الاشتقاق، دوك نروحوا للمرحله الثانيه ان شاء الله نزيدو نعطيكم امثله اخرى باش تزيد تفهم مليح الاشتقاق. نروحوا للمثال السادس. المثال السادس عطيت لك داله ناطقه مكتوب على شكل اكسبونونسيال اف دي اكس يساوي 1 ناقص اكسبونونسيال ناقص 2 اكس على 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس. كيفاه نتعامل مع مشتقه هذه الداله؟ دائما سؤال احسب المشتقه. شو معايا مليح، كيف نشتق هذه الداله؟ امر بسيط صح. اول شيء ما تنسناش القانون تاع الداله الناطقه او على في. كيف نشتقوها؟ تشتق البسط تضربه في المقام ناقص مشتقه المقام نضربها في البسط على ماذا؟ على المقام اس 2 بكل بساطه. طبق القانون بحذافيره ما تزيدش عليها صح. دونك واش قال لك القانون؟ قال لك اف فتحه لي اكس. هاي نطبق القانون يا جماعه الخير، ننصحكم واحد النصيحه ديرها مليح في راسك، هذا ما تشتقش ديريكت، تخاف تغلط. دوك طبق القانون. قانون واش يقول؟ ها وليك القانون واش يقول؟ يقول لك مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام أس 2 صح. شكون هو البسط؟ هو 1 ناقص اكسبونونسيال ناقص 2 اكس، مازال ما بديتش نشتق صح. في 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس ناقص 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس في 1 ناقص اكسبونونسيال ناقص 2 اكس على المقام اس 2 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس. شفت شحال سهله؟ يعني مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام اس 2. عندنا قانون واحد في الأسية هاوليك، ما عندناش، عندنا هذا واللي اللي سبقه صح. على قلت لكم اللي يفهم الاشتقاق والنية تاع الدول العددية الأسية تجيه سهلة، واللوغاريتمية ثاني تجيه سهلة صح. الأسية شيقة واللوغاريتمية نفس الشيء. هاي نكملوا الاشتقاق. شوفوا جماعة، قال لك مشتقة هذه الدالة، ما ننساوش بلي اف فتحة لي اكس، هاي كيف نشتقها؟ اف فتحة لي اكس، هاي نروحوا للحسابات، اف فتحة لي اكس تساوي ماذا؟ شوفوا معايا مليح، اشتق لي 1 ناقص اكسبونونسيال ناقص 2 اكس، هنا باك تغلط، مشتقة الواحد هي صفر. مشتقة اكسبونونسيال ناقص 2 اكس، واش قال لك القانون؟ اشتق واش كاين في الاكسبونونسيال، شو 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 القانون؟ اشتق واش كاين في الاكسبونونسيال، واش عندنا في الاكسبونونسيال؟ عندنا ناقص 2 اكس، مشتقاتها هي ناقص 2، صح؟ مشتقة واش كاين في الاكسبونونسيال ناقص 2، كي نضربها في الناقص تولي زائد 2، يعني 2 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس، هذا ما كان، اشتقينا واش كاين في الاكسبونونسيال ناقص 2، ونضربوها في الاكسبونونسيال، اكسبونونسيال ناقص 2 اكس. في الناقص تاع القانون، في الناقص تاع العبارة تولينا 2 صح. زيد هذه كي شتقيناها في من نضربها؟ نضربوها في 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس في المقام ناقص نفس الشيء، نفس الشيء مشتقة 1 صفر، مشتقة اكسبونونسيال ناقص 2 اكس. راك راح تقول لي مشتقة ناقص 2 اكس هي ناقص 2 في اكسبونونسيال ناقص 2، يعني تولي لي اسمع مليح الناقص تاع القانون، راك راح تقول لي مشتقة ناقص 2 اكس هي ناقص 2 في اكسبونونسيال ناقص 2 اكس. راني اشتقيناها، اشتقينا هذه الدالة صح، نضربها في المقام اللي هو 1 ناقص اكسبونونسيال ناقص 2 اكس اللي هو اشتقينا المقام وضربناه في البسط على ماذا؟ على المقام اس 2، يعني 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس الكل اس 2 صح. ما تنساش باللي الناقص في الناقص يساوي زائد صح. دونك هذه تساوي زائد،
اللي خاف يغلط يخليها معليش يخليها كما كانت قوس دونك هنا هذه زائد هي ليك النتيجه صح. الشيخ كملنا الاشتقاق. الاشتقاق ايه خلاص بصح ما تنساش باللي لازم تبسط العباره خاطر مول الاشتقاق عندك اشاره المشتقه. شو معايا واش تولي لك ان فتحه لاكس تساوي شوف معايا مليح جماعه هنا كاينه بعض الناس يحبوا ينشروا ما عليش نقول لك صحيح بصح كي تنشر لازم تعرف تبسط سينو كاينه حاجه افضل شوف لاحظ باللي هذا حد وهذا حد واش رانا نلاحظوا رانا نلاحظوا باللي 2 اكس بونس ناقص 2 اكس عامل مشترك هاي لك هذه ننجم نخرجها عامل مشترك هاي 2 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس عامل مشترك وش يبقى لنا لدخل هاي نشوفوا وش يبقى صح من هذا الحد بقى لنا 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس زيد زائد خرجنا اكسبونونس 2 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس عامل مشترك وش يبقى لنا يبقى لنا 1 زائد 1 ناقص اكسبونونسيال ناقص 2 اكس على ماذا راك راح تقول لي على 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس الكل اس 2 كملنا خلاص الشيخ نقول لك مازال شوف واش مازال مازال التبسيط صح اف في الاخر اف فتحه لي اكس شو معايا شحال تساوي 2 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس هاي 2 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس صح شو معايا مليح دخل قوس بسط 1 زائد 1 كم تساوي راك حتقول لي تساوي 2 معناتها هذه بقات لنا 2 زيد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس ناقص اكسبونونسيال ناقص 2 اكس هذو مختلفين في الاشاره دونك هذه كي نجمعها مع هذه تساوي صفر اركز كان الناس ما يعرفوش يحسبوا جماعه الخير اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال اكس تساوي ماذا 1 زائد 1 تساوي 2 اكسبونونسيال اكس دونك واش عندي عندي اكسبونونسيال ناقص 2 اكس كي نجمعوها ما كي نطرحوها من اكسبونونسيال ناقص 2 اكس راح تعطينا 1 ناقص 1 تساوي صفر خاطر كاين ناس يحبوا يغلط يروح يكتب لنا يجمع لنا الاسس هنا ماكش في الضرب ماكش في الخاصيه عندك الجمع معناتها الجمع كي نجمع هذه مع هذه تعطينا 2 اكسبونونسيال اكس كي نجمع هذه مع هذه شحال تعطينا نقول لك هذه ما تنجمعش خطر هذه درجه ثانيه وهذه درجه اولى ماكش كيفاش ينجمعوا ملاحظه هذه كاين ناس بزاف يغلطوا فيها صح دوك هذه مع هذه تروح تبقى لنا 2 هاي ديك 2 على ماذا على 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس الكل اس 2 كملنا شيخ نقول لك مازال حاجه وخلاص صح هذا ضرب مادام ضرب 2 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس في 2 شحال تعطي لك معناتها في القوس بقى لنا غير 2 دوك هذه لا ما تخليهاش هكا 2 في 2 تعطينا 4 دوك هنا تساوي 4 هاي لك 4 كملنا خلاص نقول لك خلاص المشتقة هاي لك مشتقة هذه الدالة بكل بساطة مشتقة دالة ناطقة نشتق البسط نضربه في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام أس 2 هاي في الأخير واش طلعت لنا 4 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس على 1 زائد اكسبونونسيال ناقص 2 اكس الكل أس 2 لو كان قال لي جيب الإشارة تاعها واش نقولوا له وكيف تجيب إشارة كسر علمتك تجيب إشارة البسط وحده وإشارة المقام وحده صح أعطيني إشارة المقام حاجة مربعة دائما موجبة هذه موجبة صح واش تعرف على اكسبونونسيال شيء اكسبونونسيال اي شيء هو موجب دوك هذه موجبه ضربناها في عدد موجب شحال طلعت لنا موجب دوك الاشاره تاع هذه الداله هي موجبه تماما دوك انا لو كان قال لي اتجاه تاع موجبه تماما صح شو معايا مليح هذا المثال السادس نروحوا للمثال السابع المثال الاخير هو السابع شوش قال لك قال لك اشتق لي هذه الداله شوف معايا منيح طالك اف دو اكس تساوي ماذا شوف معايا واش طالك طالك اف دو اكس تساوي اكس ناقص اكسبونونسيال اكس على 2 اكس زائد اكسبونونسيال اكس دالة ناطقة أخرى قال لي اشتق هذه الدالة كيف نشتق هذه الدالة بكل بساطة دالة ناطقة كيف نشتقها مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام أس 2 هاي لك الدالة كيف نشتقها اف فتحة لإكس تساوي ماذا تساوي مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على ماذا على المقام أس 2 يعني راح نشتق البسط نضربه في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام أس 2 مشتقة X ناقص إكسبونونسيال X في 2 X زائد إكسبونونسيال X ناقص 2 X زائد إكسبونونسيال X في X ناقص إكسبونونسيال X على ماذا؟ على 2 X زائد إكسبونونسيال X الكل أس 2
قال لي اشتق البسط ضربه في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام أس 2. نكمل اجمعها. شو واش قال لك؟ شو واش قالنا؟ قالنا اف فتحه ل اكس تساوي ماذا؟ ها هي اف فتحه ل اكس تساوي ماذا؟ نشتق جمعه عادي بكل بساطه. ما هي مشتقه اكس؟ راك حتقول لي واحد. مشتقه اكس هي واحد، هاي ليك واحد ناقص. ما هي مشتقه اكسبونونسيال اكس؟ راك حتقول لي اكسبونونسيال اكس مشتقتها هي نفسها اكسبونونسيال اكس، معناتها اكس 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 ناقص اكسبونونسيال اكس مشتقتها هي واحد ناقص اكسبونونسيال اكس. في ماذا؟ في اكس زائد ولا 2x، 2x زائد اكسبونونسيال اكس. واش درنا؟ اشتقينا البسط ضربناه في المقام ناقص، هاي لك ناقص مشتقة المقام 2x مشتقتها هي ماذا؟ هي 2. دونك مشتقة 2x هي 2 زائد مشتقة اكسبونونسيال اكس هي نفسها اكسبونونسيال اكس. ها نشتقينا المقام نضربه في البسط، ما هو البسط؟ هو x ناقص اكسبونونسيال x. كملنا الاشتقاق، اشتقينا هذا ضربناه في هذا ناقص مشتقة هذا ضربناه في هذا على ماذا؟ على المقام أس 2، يعني 2x زائد اكسبونونسيال x الكل أس 2. كملنا خلاص. نقول لك الاشتقاق خلاص، بصح هذه قابلة للتبسيط لازم تبسطها صح. كي قابلة للتبسيط آية بسطها لنا صح. قبل ما تبسط عندك عامل مشترك، شو كيما هنا كان عندنا عامل مشترك بارز باين خرجناه، مي هنا عندنا عامل مشترك. شوف ها الحد الاول ما يتشبهش الحد الثاني، لاحظ باللي الحد الثاني والحد الاول ماشي كيف كيف. دوك هنا واش لازم دير؟ هنا ما عليك غير تنشر وتحسب، هذا مكان اي انشر العباره نتاعك. كي تنشر العباره حطح لك اف دو اكس ولا اف فتحه ل اكس تساوي ماذا؟ لاحظ معايا مليح، ننشر عادي النشر البسيط، هذه في هذه تعطينا 2 اكس زيد زائد اكسبونونسيال اكس، راني ننشر واحد في هذا واحد في هذا زيد ناقص اكس اكسبونونسيال اكس في 2 اكس. راك حتقول لي 2 اكس اكسبونونسيال اكس، باك تغلط، كاين ناس يطلعوا لنا الاكس هنا، لا لا هذه غلطه كبيره، هذا اساس وهذا اس صح. ناقص 2 اكس اكسبونونسيال اكس زيد ناقص اكسبونونسيال اكس في اكسبونونسيال اكس، راح تعطي لك ناقص اكسبونونسيال اكس في اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال 2 اكس. كملنا هذه ناقص جماعة 2 في الاكس هي 2 اكس، ما تنساش راني في نفس الوقت ننشر الناقص، 2 في الناقص اكسبونونسيال اكس هي ناقص 2 اكسبونونسيال اكس في الناقص، تولي لنا زائد 2 اكسبونونسيال اكس، زيد اكسبونونسيال اكس في الاكس راح تعطينا اكس اكسبونونسيال اكس في الناقص تولي ناقص اكس اكسبونونسيال اكس، نفس الشيء اكسبونونسيال اكس في ناقص اكسبونونسيال اكس هي ناقص اكسبونونسيال 2 اكس في الناقص تولي لنا زائد اكسبونونسيال 2 اكس. هكا نكونوا كملنا نشرنا البسط على 2 اكس زائد اكسبونونسيال اكس الكل اس 2. كملنا شيخ عم تخليهالوش هكا، هاي فيها ميترا نقصلها شويه. هاي نحسب الامور المتشابهه، نبسط العباره جماعه اف فتحه دو اكس تساوي ماذا؟ شوف معايا مليح ركز مليح صح. دوك نجمع الحدود اللي كيف كيف صح. واش عندنا؟ عندنا اكسبونونسيال 2 اكس، لاحظ معايا مليح، زائد اكسبونونسيال 2 اكس مع ناقص اكسبونونسيال 2 اكس، هذه تروح صح. زيد شوف واش عندك، عندك ناقص 2 اكسبونونسيال اكس ناقص اكس اكسبونونسيال اكس، شوف معايا مليح، عندك هذه تنجمع مع هذه، راك معايا راك تشوف، هذه تنجمع مع هذه راهم كيف كيف في الحد، دونك تعطيك ناقص 3 اكس اكسبونونسيال اكس، ناقص 2 اكس ناقص اكس هذا ما كان، زيد عندنا ناقص 2 اكس زائد 2 اكس تروح، واش بقات لنا؟ بقات لنا اكسبونونسيال اكس زائد 2 زائد 2 اكسبونونسيال اكس، بقات لنا هذه مع هذه، كيف نجمعوهم؟ اكسبونونسيال اكس زائد 2 اكسبونونسيال اكس، تعطينا 3 اكسبونونسيال اكس، يعني هذه مع هذه راح تعطينا 3 اكسبونونسيال اكس زائد 3 اكسبونونسيال اكس، نعاودوا نتأكدوا فقط في النتائج، هذه مع هذه راحت، هذه تنجمع مع هذه، هذه تنجمع مع هذه، وهذه مع هذه راحت.
والله لك النتيجة على 2 x زائد exponential x الكل أس 2. هاي نشوفوا f فتحة ل x تساوي ماذا في الآخر؟ هنا جمعت الخير، لاحظ باللي هذه ماكش كيف نجمعها مع هذه، لماذا؟ لأن هذه فيها x وهذه ما فيهاش x، ماشي نفس العامل. مادام ماشي نفس العامل واش نديرو؟ أجبد عامل مشترك. ما هو العامل المشترك اللي نجبده؟ exponential x عامل مشترك في الأخير، exponential x عامل مشترك، واش يبقى لنا الداخل؟ يبقى لنا ناقص 3x زائد 3 على ماذا؟ على 2x زائد exponential x الكل أس 2. هذه هي مشتقة هذه الدالة الناطقة. اشتقينا البسط ضربناه في المقام، ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام أس 2. وكان قلت لك اجبد لي الإشارة، مو إشارة المقام، راح تقول لي موجبة exponential x، راح تقول لي موجبة إشارتها من إشارة هذا الكثير الحدود اللي من الدرجة الأولى البسيطة. ذوك شوية إن شاء الله بعد الفاصل راح نزيد نعلمك كيف تدير اتجاه تغير دالة بعد الفاصل إن شاء الله. التمرين الثاني، ادرس اتجاه تغير الدالة F. طيب لك تمرين ادرس اتجاه تغير الدالة F، صح؟ معناتها راح نعطيك مجموعة من الدول، ادرس الاتجاه تغير تاعها. قبل كلش لازم تعرف بلي اتجاه تغير الدالة F فيه امرين، فيه زوج امور، فيه تحسب بالمشتقة واشارة المشتقة. شو باش راح ندير لك؟ راح نلم لك المشتقة مع معادلة. شوف راح نلم لك مشتقة مع معادلة، ركز لي مليح. هنا قلت لك ادرس اتجاه التغير، معناتها لازم نحسب المشتقة، يا حسب لي المشتقة، حساب المشتقة. قبل ما نحسب المشتقة لازم تكون تعرف مجال التعريف. أعطيني مجال تعريف هذه الدالة، راك حتقول لي هذه الدالة معرفة على R، 4X معرفة على R، 2X معرفة على R، إذن هي معرفة على R. هنا مجموعة التعريف تاعنا DF تساوي R. بيان، هذه أول حاجة. قال لك أحسب مشتقة هذه الدالة من أجل كل X من R. هيا نشوفوا كيف نشتقوا الدالة تاعنا. ما تنسناش الاشتقاق تاع الدالة الأسية، F فتحة ل X تساوي ماذا؟ شوف معايا مليح واش تساوي. قال لك باش تشتق هذه الدالة، هي مجموع دالتين ولا هي عبارة عن دالة مكتوبة على الشكل كثير حدود، يعني نشتق هذه الدالة ونزيد نشتق هذه الدالة، صح؟ مشتقة هذه الدالة نشتقوا واش كاين في الإكسبونونسيال ونعاودوا نضربوها في الإكسبونونسيال. نفس الشيء بالنسبة لهذه الدالة، مشتقاتها نشتقوا واش كاين في الإكسبونونسيال ونضربوها في الإكسبونونسيال. مشتقة 4X هي ماذا؟ مشتقة 4X هي 4. راك حتقول لي بون مشتقة 4X، ما نتقلقش، مشتقة 4X في إكسبونونسيال 4X ناقص 2 في مشتقة 2X في ماذا؟ في إكسبونونسيال 2X. ركز معايا غير بالعقل، روح اشتق لي هذه الدالة F فتحة ل X تساوي ماذا؟ اشتق لي 4X مشتقتها هي 4، هاي لك 4 في إكسبونونسيال 4X زيد ناقص مشتقة 2X. شحال مشتقة 2X؟ راك حتقول لي مشتقة 2X 2، 2 في 2 راك حتقول لي 4، يعني ناقص 4 إكسبونونسيال 2X. الشيخ كملنا الاشتقاق، نقول لك الاشتقاق كملناه بصح موراها كاينه اشاره المشتقة، خطر ادرس اتجاه التغير، يعني لازم تبسط العباره نتاعك. عاودوا لي واش قلت لك؟ قلت لك كي تشوف عندك كيفاه تخرج عامل مشترك الاكسبونونسيال خرجها. على تسلكني في الاشاره، شوف معايا مليح، عندي المشتقه نتاعي تحت لنا حدين، هاي لك الحد الاول والحد الثاني، صح؟ واش راني نلاحظ؟ راني نلاحظ باللي اف فتحه لي اكس ننجم نزيد نبسطها. واش ندير؟ نخرج هذه اكسبونونسيال 4x وهذه اكسبونونسيال 2x. ما كان نعاود نولي لك باللي اكسبونونسيال 4x هي اكسبونونسيال اكس الكل اس 4، قريناها في الخواص. ما كان نقول لك باللي اكسبونونسيال 2x هي اكسبونونسيال اكس الكل مربع، يعني هنا ننجم نخرج عامل مشترك هو 4، راوي يتكرر في الحدين، اكسبونونسيال 2x. خرج 4 اكسبونونسيال 2x عامل مشترك، الحد الاول خرجنا له 4 اكسبونونسيال 2x عامل مشترك، واش يبقى لنا هنا؟ يبقى لنا اكسبونونسيال 2x. لو كان نعاود ننشر اكسبونونسيال 2x في اكسبونونسيال 2x تعطينا 4x حسب الخاصيه، صح؟ ناقص خرجنا 4 اكسبونونسيال 2x عامل مشترك، شكون هو اللي يبقى في بلاصتها؟ يبقى ناقص 1، صح؟ هاي لك المشتقه مبسطه جدا، اف فتحه ل اكس، هاي لك اف فتحه ل اكس شحال تساوي؟ جبدنا غير 4 اكسبونونسيال 2x عامل مشترك. علاه؟ باش تساعدني في الإشارة، صح؟ دوك روح دير إشاراتها، صح؟ مور المشتقة عندنا إشارة المشتقة، إشاراتها، ركز معايا مليح جماعة، من أجل
كل اكس من اخ. نشوفوا إشارة المشتقة وشنو هي. عندنا إشارة المشتقة، إشارة المشتقة من إشارة. ركز لي غير بالعقل، كاين ناس كيشوف الإشارة تاع المشتقة ينخلع، ما تنخلعش، هاي لك المشتقة نتاعك صح. ركز معايا مليح، عندنا 4 اكسبونونسيال 2 اكس في اكسبونونسيال 2 اكس ناقص 1. واش نعرفوا على اكسبونونسيال اكس؟ عاود راجع، راجع باللي الاكسبونونسيال اكس على العام موجبة، معناتها اكسبونونسيال اي شيء دائما موجب، معناتها اكسبونونسيال 2 اكس واش هي؟ موجبة. في 4 موجبة، يعني هذه إشارتها وشنو هي؟ راك حتقول لي الشيخ إشارتها موجبة، ما كنا ندرسها صح. قالت لي اللي دخل القوس، اللي دخل القوس لاحظ باللي اكسبونونسيال 2 اكس ناقص 1، هنا مطالب انك تدرس على الاشاره، خاطر ما نعرفوهاش لا موجبه لا سالبه. لو كان كانت هنا زائد نقول لك راهي موجبه تماما، لو كان كانت ناقص ناقص راهي سالبه تمام، لكن ما دام عندنا ناقص هنا راهي مكتوبه على الشكل اللي درناه، الفا اكسبونونسيال ا اكس زائد بي زائد بيتا، وهذا الشكل الفا وبيتا راهم مختلفين في الإشارة، يعني مضطر أنك تدير إشارة المشتقة هنا صح. معناتها إشارة المشتقة من إشارة ماذا؟ من إشارة إكسبونونسيال 2 إكس ناقص 1. لماذا؟ لأن عندك 4 إكسبونونسيال 2 إكس هذه موجبة تماما، قالت غير دير إشارة إكسبونونسيال 2 إكس ناقص 1. وإحنا تعلمنا كيف نديروا إشارة إكسبونونسيال 2 إكس زائد 1. هاي نعاود نذكرك باللي إكسبونونسيال 2 إكس ناقص 1 باش نجيب لها الإشارة لازم نجبد الحل، لازم نجبد الاكس صفر، لازم نجبد حل المعادله. هيا حل لنا هذه المعادله، هذه المعادله تعلمنا كيف نحلوها صح. دونك اللي مازال ما راجعش عاود رجع للفيديو اللي فات. امر كبير، معناتها اللي لازم تعرف حل المعادله باش تعرف دير الاشاره. شوف معايا مليح كيف نحلوا هذه المعادلة؟ نفس الشيء ناقص واحد نروح من الجهة الأخرى، تولي إكسبونونسيال 2 إكس تساوي ماذا؟ تساوي لنا واحد صح؟ نضرب في الآلان في الطرفين تولي لنا آلان إكسبونونسيال 2 إكس تساوي لنا آلان واحد، إكسبونونسيال مع الآلان تولي لنا 2 إكس تساوي آلان واحد، وآلان واحد تساوي صفر صح؟ معناتها إكس تساوي ماذا؟ راك حتقول لي صفر على 2، صفر على 2 هي صفر، هاهي ليك ومشي ناقص 2 كما الناس يدعيو كثير بلي ناقص 2 لا لا ما تغلطش، كان ناس بزاف يغلطوا. 2 اكس يساوي صفر، اذا اكس يساوي الصفر. ركز معنا مليح، دوكا انا جبدنا الحل هو اكس يساوي صفر، ننجمو نديرو الاشاره؟ نعم تنجم دير الاشاره. دوك ها هي ليك اشاره المشتقه ماذا تساوي؟ اكس مجموعة التعريف تاعنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، المشتقة اف فتحة لإكس، قلنا مشتقة الدالة اف فتحة لإكس من إشارة إكسبونونسيال 2 إكس ناقص 1، لأن 4 إكسبونونسيال 2 إكس موجبة، معناتها ما كنا نخزر في هذه لأنها موجبة، إشارتها غير من إشارة هذه، وهذه تنعدم عند الصفر، هاي لك انعدام المشتقة إذا عند الصفر، انعدام المشتقة عند الصفر، كملنا خلاص نقول لك لا لا، عاود تذكر القانون، قلت لك فوق الانعدام نفس تحت الانعدام عكس، نفس ماذا؟ نفس الفا مضروب في الأ، ما تنساهاش هذه، نفس الفا مضروب في أ، معناتها الفا أ، وهنا عكس الفا أ، شكون هو الفا أ؟ ركز معايا مليح، الأ الألفا هو واحد، والأ هو اثنين، اثنين في واحد، راك حتقول لي اثنين في واحد، اثنين في واحد هو اثنين، يعني فوق الانعدام نفس إشارة الالفا اللي هي 2 يعني موجبه، تحت الانعدام راح تكون سالبه. كملنا شيخ؟ نقول لك لا ما كملناش، دوك مادام هنا قلنا له باللي سالبه وهنا قلنا له باللي موجبه، اذا اف داله واش بها اف داله؟ متناقصه على اي مجال؟ على المجال، اعطيني المجال تاعنا وشكون هو؟ من ناقص ما لا نهايه الى غايه الصفر صح، واف داله متزايده على اي مجال؟ متزايده على المجال، اعطيني المجال تاعنا شكون هو؟ هو صفر زائد ما لا نهايه. هاي ليك الداله تاعنا اتجاه تغير الداله الاولى، يعني في المجال من ناقص ما لا نهايه الصفر تحت لنا سالبه، في المجال من الزيرو بلس لانفيني تحت لنا موجبه. ها كيف درسنا اتجاه تغير هذه الداله. نروحوا للمثال الثاني. المثال الثاني هاي واش قلت لك؟ قلت لك ادرس اتجاه تغير الداله الثانيه. اتجاه تغير الداله الثانيه اف دو اكس تساوي ماذا؟ شو واش طينا لك؟ طينا لك 2 اكس زائد 1 في اكسبونونسيال ناقص اكس
قلت لك ادرس اتجاه هذه الدالة، صح؟ باش ندرس اتجاه تغير هذه الدالة يجب علينا ان نحسب المشتقة واشارة المشتقة. نبدأ اول شيء حساب المشتقة. حساب المشتقة، بون، حساب المشتقة جماعة ما تنساش باللي مجموعة تعريف هذه الدالة هي أغ. مجموعة تعريف هذه الدالة أغ، إذن مشتقة تاعنا من أجل كل إكس من أغ. عندنا إشارة المشتقة أف فتحة لإكس، نشوفوا واش هل تساوي. واش عندك؟ عندك ضرب دالتين، ما تغلطش في ضرب دالتين، نشتق الأول نضربه في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول. يعني مشتقة الأول 2X زائد 1، مشتقة الأول في الثاني نا زائد مشتقة الثاني في ماذا؟ في الأول اللي هو 2X زائد 1، صح؟ طبقت القانون. دوك روح اشتق اف فتحة لإكس، نشوف واش حل تساوي. مشتقة 2X هي 2، مشتقة 1 هي 0، اذا مشتقة 2X زائد 1 مشتقته هي 2 في اكسبونونسيال ناقص إكس، هذه الاولى. زائد قال لك مشتقة اكسبونونسيال ناقص إكس، حذاري ثم حذاري. مشتقة اكسبونونسيال ناقص إكس كان الناس بزاف يحسبوها نفسها، لا هذيك اكسبونونسيال إكس برك لي نفسها. يعني اكسبونونسيال ناقص إكس نشتقها، نطبق القانون، مشتقة ما بداخل الإكسبونونسيال في الإكسبونونسيال. مشتقة ما بداخل الإكسبونونسيال هي ناقص إكس، مشتقة ناقص إكس هي ناقص واحد، ناقص في الزائد تولي لنا ناقص واحد، هاي لك ناقص واحد، ناقص واحد في إكسبونونسيال ناقص إكس في ماذا؟ في 2X زائد واحد. هذا بكل بساطة مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني. مشتقة ناقص إكس هي ناقص واحد، ناقص في الزائد تولي لنا ناقص مشتقة الثاني في الأول. يعني مشتقة ناقص إكس هي ناقص واحد في نفسها إكسبونونسيال ناقص إكس في 2X زائد واحد. اشتقينا غير هذه، هاي لك النتيجة تاعها، صح؟ دوك مشتقة جماعة واش تولي لنا؟ أف فتحة لي إكس تصبح كما يعني كملنا. نقول لك أنا مازال ما كملتش. واش دير؟ هكا ما تساعدنيش في الإشارة، لازم ديما تفكر للإشارة. دوك واش لازم ندير؟ عندك حدين فيها الإكسبونونسيال راهي عامل مشترك، اجبدها، صح؟ كي نجبدوا إكسبونونسيال ناقص إكس عامل مشترك، هاي إكسبونونسيال ناقص إكس عامل مشترك، علاه نجبدها؟ علاه؟ لأنها موجبة، وكي تكون موجبة ما نغزرش فيها، يعني إشارتها من إشارة اللي مضروب فيها، صح؟ دوك جبدنا من هذا الحد اكسبونونسيال ناقص اكس عامل مشترك، شنو هو اللي يبقى؟ يبقى لنا 2، هاي لك 2 ناقص، جبدنا من هذا الحد اكسبونونسيال ناقص اكس عامل مشترك، شنو هو اللي يبقى؟ يبقى ناقص 2X زائد 1، يعني ناقص 2X بون زائد 1. هنا راني احنا ننشر الناقص تولي لنا ناقص 1، ما تنساهاش هذه، صح؟ في الاخير اف فتحة لي اكس تساوي ماذا؟ اف فتحة لي اكس راح تساوي اكسبونونسيال ناقص اكس في ماذا؟ في ناقص 2X، زيد تشوف 2 ناقص 1 راح تصبح زائد 1. كملنا شيخ، هنا راك كملت المشتقة، هاي لك مشتقة الدالة اف دو اكس. مشتقة هذه الدالة هي اكسبونونسيال ناقص اكس في ناقص 2X زائد 1. واش خصنا دوك نديرو؟ خصنا نديرو الإشارة. إشارة المشتقة، إشارة المشتقة، إشارة المشتقة بكل بساطة، شوف إشارة المشتقة واش راح نقول؟ من أجل كل إكس من أغ. ركز لي مليح جماعة الخير، هنا هاي لك المشتقة، أغزر فيها، واش راك تلاحظ؟ هي ضرب دالتين، إكسبونونسيال في دالة كثر الحدود، واش نعرفوا على إكسبونونسيال أي شيء؟ دائما موجب، يعني من أجل كل إكس من أر إشارة المشتقة، من إشارة ماذا؟ إشارة المشتقة، راك راح تقول لي من إشارة، من إشارة اللي مضروب في الاكسبونونسيال ناقص اكس، لماذا؟ لان الاكسبونونسيال ناقص اكس موجبه، معناتها من اشاره ناقص 2X زائد 1، علاش؟ علاش؟ لان اكسبونونسيال ناقص اكس راك راح تقول لي موجبه، صح؟ دوك هذه اشارتها هي واش؟ معادله من الدرجه الاولى، دوك احنا ما تخلطناش الامور.
ما تخلطناش الامور. شوف هنا واش خرج لي، خرج لي الاشاره من اشاره عباره من هذا الشكل، لكن هنا اشاره عباره من الشكل درجه اولى، صح؟ دوك كيف ندرسها؟ ندرسها كما كنا ندرسوها زمان. ها اشارتها من اشاره ناقص 2 اكس زائد 1 تساوي صفر، معادله من الدرجه الاولى. عند من ينعدم اكس راك راح تقول لي اكس ينعدم عند ناقص 1 على ناقص 2 هي 1 على 2، معناتها معادله من الدرجه الاولى تنعدم عند الواحد على 2. كي دير الاشاره نتاعها واش راك راح تقول؟ راك راح تقول باللي اشاره الداله اكس معرفه في المجال من ناقص ما لا نهايه للزائد ما لا نهايه، هذه افتحها لي اكس تنعدم عند القيمه 1 على 2، معناتها انعدام المشتقه عند القيمه 1 على 2 لان اكسبونونسيال ناقص اكس موجبه. ما دام تنعدم عند الواحد على 2 فوق الانعدام مش نقول؟ نقول نفس، وتحت الانعدام مش نقول؟ نقول عكس. ما تخلطناش الامور. نفس ماذا؟ كثير حدود من الدرجه الاولى. دوك نفس اشاره ا برك، نفس اشاره ا وعكس اشاره ا، خاطر كي نتمشاو مليح، شوف اسمع مليح، خاطر الناس تبدا تخلط. كي نتمشاو مليح في الداله الاسيه يبقى يقول الشيخ ماشي قلت لنا الفا ا، هذيك الفا ا كي تكون عباره من هذا النوع من هذا الشكل فقط، ما تخلطش الامور. دوك شوف هنا واش خرجت لنا اكس بونونسيال 2 اكس ناقص 1، مي هنا ها واش عندنا؟ عندنا ناقص 2 اكس زائد 1. دوك هنا وراه الالفا ا اللي راك تهضر عليها، عندنا الفا ا كي تكون اكس بونونسيال، بصح هنا راهي درجه اولى بسيطه سهله جدا. كيف ندرسوها؟ اشاره ا عكس اشاره ا، اشاره ا شحال؟ سالبه. كثير حدود من الدرجه الاولى نفس اشاره ا، هنا سالبه وهنا موجبه. كملنا شيخ؟ ايه كملت، خلاص هاي الاشاره تاعك. دوك واش تقول له على اتجاه التغير؟ في المجال من ناقص ما لا نهايه لواحد على 2 راك راح تقول الداله متناقصه، وفي المجال 1 على 2 زائد ما لا نهايه راك راح تقول الداله من ناقص ما لا نهايه لواحد على 2 راك راح تقول داله متزايده لان الاشاره موجبه، وفي المجال من 1 على 2 زائد ما لا نهايه راك راح تقول متناقصه. اذا بون اف متزايده راح نقولوا له اف متزايده على المجال ناقص ما لا نهايه 1 على 2، واف متناقصه على المجال، اعطيني على المجال ماذا؟ على المجال من 1 على 2 الى ماذا؟ الى زائد ما لا نهايه. هاي لي كيف نديروا اشاره مشتقه ولا اتجاه تغير داله، معناتها عبارة من هذا النوع. بالك تغلطنا في الاشتقاق وبالك تغلطنا في الإشارة. مشتقة، مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، كي نشتقوها اشتقاق الإشارة من إشارة هذه لأن هذه موجبة. هنا كاين خطأ شائع آخر، كاين ناس بزاف هذا خطأ شائع، الله يجازيك سي انتبه لي، زيد لي غير هذه شوية. شوف معايا مليح، عندنا الناس كيشوفوا ناقص إكس شيخ سالبة، لا لا، حنا عندنا إكسبونونسيال أي شيء أي شيء دائما موجبة، وتكون واش تكون؟ دائما موجبة. دونك عندك ناقص إكس، لا ما تقولش سالبة، هذيك إلا إذا كانت هكذا. هنا حاجة واحدة أخرى، هذه سالبة، لكن كي تقول لي إكسبونونسيال ناقص إكس، كاين ناس بزاف يحسبوها سالبة، لا لا، قرينا باللي إكسبونونسيال أي شيء دائما موجبة، إذا هذه موجبة إشارتها من إشارة هذه، وهذه كثير حدود من الدرجة الأولى، إشارتها نفس إشارة أ عكس إشارة أ، بكل بساطة، هكا نكونوا كملنا إتجاه تغير دالة. أنا درنا لكم الدرس الثاني اللي هو الإشتقاق، ريفيزيوه، هذه أول حاجة. ثاني حاجة نقول لكم ما تتقلقوش، إن شاء الله مازال دروس أخرى، مازلنا نزيدو نديرو النهاية تاع الدالة الأسية، نضرب لكم موعد الخطرة الجاية إن شاء الله نهاية الدالة الأسية، صح؟ كي يكملوا نهاية الدالة الأسية ندخلوا في الدوال، يعني دراسة الدوال، نديرو دالة شاملة. ما تنساوش باللي عندنا مراجعة للاختبار، عندنا دالة شاملة في الدالة العددية، دالة شاملة في الدالة الأسية، وإن شاء الله نوصلوا للوغاريتمية وما تتقلقوش. وصلنا إلى نهاية الدرس اشتقاقيا، نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس تاعنا. قلت لكم باللي عندنا مفاجأة لكم إن شاء الله، شفنا باللي كاين ناس بزاف يقول لك شيخ رانا روطار رانا روطار رانا روطار، أنا درنا لكم مفاجأة، جبنا لكم أستاذ آخر راح يكون معنا إن شاء الله في مدرسة أوليفين، أستاذ شقراني ما شاء الله، يعني راح يكون معنا ثاني، تبعوه باش تكون سلاسل مكثفة في الرياضيات. نتمنى لكم إن شاء الله تنجحوا، هدفنا أول شيء تنجحوا وترضيونا والديكم، صح؟ في الآخر ترضيونا احنا، هذا هو الهدف تاعنا إن شاء الله. النية تاعنا سالمة، هذا واحد. حاجة ثانية، نتمنى لكم الخير ودعيونا معكم، وفي الآخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.